أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وأمر أهلك بالصلاة
وقالوا لو لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق الله العظيم.